ايضا ترى الوزير المستقيل اللي قدم استقالته يعني يفترض انه في هذه المرحله لا يقوم بهذه الادوار، تغيير مجلس اداره وتغيير الصف الاول وتغيير حتى النواب، انما ما يعطينا يقين بان الجهد مشترك، وهذا اللي عبر عنه حتى يعني بعض الاخوه النواب لما زار يعني القياده السياسيه وزار ايضا رئيس الوزراء، ان هذه ما هي قرارات وزير النفط وانما هي قرارات مجلس وزراء فيها نعم. التغييرات اخذت وقت طويل يمكن من الدراسه نعم. واخذت يمكن مجالها انه والله من يكون في هذا الموطن ومن ايضا يرحل من هذا الموقع